النصائح الكريمة، ما نتمنى ما يتمنون أن تمر الجولة الانتخابية بالدور وبناء المحبة بين الناس كلها وعلى أي وعد الثاني والنجاح الصحيح والنجاح لكل بلد ربي. وأنتم شرفتم بين أهلكم وإخوانكم ومسال بكم. شكرا لكم. وحقيقة أخرى أن هذا البلد الطيب باكة الغربية لم يعرف في تاريخه جولات انتخابية إلا وسات فيها أو بعدها أو خلالها الهدوء والود والتسامح، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى أهل بلدنا. وطبعا يعني نحن نقارن أنفسنا بباقي البلدات والقرى والمدن العربية المحيطة بنا، وقد تصل الأمور إلى مصائب وكوارث وتستمر طيلة أيام وسنين عمر بلدية ذلك البلد. ولكننا في باقة الغربية ومن فضل الله عز وجل علينا أننا نحترم بعضنا بعضا ونتسامح ونتصافح، ومن فضل الله عز وجل علينا أننا صنعنا بأيدينا من فضل الله مجتمعا يقبل كل رأي، يعني نحترم وجهات نظر بعضنا. فترى يعني المرشحين لرئاسة بلدية باقة أو عضوية البلدية تراهم يتزاورون ويتحابون ويتسامحون ويرسكون مع بعضهم، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. نحن نريد لبلدنا بإذن الله الرفعة والتقدم، نريد لبلدنا ومن رئيس بلديتنا طبعا أن يرتفع بهذا البلد ويرفع شأنه بين البلدان. نحن لسنا مقبلين كما قلنا مرة على انتخاب خليفة أو رئيس دولة، إنما نريد أن ننتخب رئيسا لبلد، لبلدية. وهذا الرئيس طبعا المواصفات التي نريدها فيه المواصفات كلنا يعرفها: الأمانة والوفاء والعمل الدؤوب والاستطاعة على تجنيد الميزانيات وإلى آخره، وهذا هو المطلوب من كل رئيس بلدية طبعا. ونحن نتمنى أن يكون في بلدنا وأن يبقى في بلدنا مثل هذه المواصفات. ونحن أيها الإخوة في الحركة الإسلامية طبعا ندعو أهلنا في باقة إلى أن تكون المعركة الانتخابية أو